لو جينا قلنا من سنه بالظبط ان الاسيوطي هيبقى اول الدوري كنا نقعد نضحك، نقعد نقول يا راجل بلاش مسخره. لكن بالفعل يتخلق فريق جديد اسمه بيراميدز، وزي ما بيقول صاحب النادي او المستشار تركي الشيخ، فريق اتعمل في شهرين. راجل بفلوس واداره عرف يبقى رقم واحد في مصر، نمبر 1. الراجل اللي لاعب الاهلي والزمالك كل واحد فيهم ماتشين خارج ب 10 نقط من اصل 12، واخد الاهلي رايح جاي واخد الزمالك في ماتش ولاعب معاه ماتش 3-3 كان الاحلى في الدوري كله. والنهارده واحنا في اخر الدوري بيراميدز متصدره الدوري، اي نعم مؤقتا لكن هي متصدره، وبفرق شاسع بين الفرق اداء وتكتيكا ولعيبه. يمكن عمرنا ما اتكلمنا في الموضوع ده، وكنت وعدتكم ان احنا نتكلم، وبتهالي مفيش افضل من ده وقت ان احنا نتكلم على حاله بيراميدز والحالة الكبيرة والمهمة اللي عملها تركي الشيخ. انا شخصيا هنسى كل مشاكلي كاهلاوي او كاي مشجع عادي، وهتكلم كواحد محايد في البرنامج عادي جدا، وهقول رأيي صراحة، وننسى اي مشاكل بيننا وبين الراجل. اتفقنا؟ لسه؟ اعمل لايك واعمل سبسكرايب، ويلا عشان الحلقة دي طويلة. حضرتك مبدئيا كده انا مش جاي اتكلم على ماتش الزمالك وبيراميدز او ماتش بيراميدز والاهلي، انا جاي اتكلم عن الموضوع من البدايه لحد النهارده، لحد ماتش الزمالك وبيراميدز الاخير، بس مش ده تركيزي لان اتهرى فيه كتير وخلاص. خلونا نمسك الاهم، الحاله نفسها، الفريق نفسه، ايه اللي حصل؟ طيب لو افتكرنا من البدايه، انا كنت فاكر الايام دي جدا، انا كنت في روسيا كنت بتفرج على المنتخب، وظهرت كده اقاويل بين المصريين وبقينا نتكلم في كل حته، يا جماعه ده تركي الشيخ الراجل المحب الجميل فجاه النادي، وبيقول لك جايب النادي ده بقى عبد الله السعيد وطارق حامد وعلي جبر والشناوي والحضري. ده كانت الكلام ساعتها، كان قال لك المنتخب ده كله ماضي معاه. يا جماعه ما يعني بلاش بقى كلام فاضي. يوم بعد يوم فعلا الاقاويل بتبقى حقيقه ويتخلق النادي، ونبتدي نسمع عن لعيبه فعلا بتمضي البيراميدز، زي علي جبر وهو بيلعب في المنتخب، زي عبر جابر، زي توفيق، زي علي وبكر وفاروق، وواحد كده اسمه كينو. قال لك ده بقى اتفرج على كينو. يا نهار اسود، ده فعلا ده بيعمل فريق دكه واساسيين جبارين. لا، والصفقات ما كانتش على شكل اللعيبه بس، كانت على شكل الاداره كمان. لما يكون مدرب النادي الاهلي حسام البدري يروح يمسك رئيس النادي، طب ما ده تفكير سليم. لما يجيبوا حد مثقف جدا وشخص محترم زي احمد حسن يمسك مدير الكوره، كلام على بياض. يا جماعه الراجل ده من احسن مديرين الكوره، احسن انا اسف من ناس كتير بدون ذكر اسماء. راجل كده دخل السوق قوي، راجل دخل السوق الاهلي والزمالك فشلوا في جلب الصفقات كويسه بسببه، على سعر السوق. هتقولي طب ما ده غلط، ده عادي وهيحصل، هيحصل. والاهلي هو اللي كان بادئ بصلاح محسن، احنا قلنا نتكلم صريحه كده. فالراجل دخل وحقه، الراجل دخل يشتري. اي نجم في مصر كان بيتمنى يلعب في بيراميدز. فلوس، داخل عمل بروجكت زي بالظبط مانشستر سيتي في انجلترا، عمل براندنج جديد اسمه بيراميدز من الاسيوطي، غيره، عمل لوجو شكله حلو، عمل تيشرت جديده لبني زي سيتي، والبرده سبحان الله الاوي موف زي سيتي، وختمها الراجل بالمدرب البرازيلي البرتو فالنتين. راجل شاب مدرب في البرازيل سمعته كويسه جدا، وجاي مصر ياخد فرصه مع فريق جديد. وبدا بيراميدز فعليا، وما كانتش النتائج زي المتوقع، او ما كانتش راضيه اداره بيراميدز وتركي الشيخ. فنادي بيراميدز قرر على طول يغير ويخش على اللي بعده، المدرب الارجنتيني لافولبي. ما اختلفش كتير عن فالنتين، نفس الاداء، كان بيتعادل كتير ويخسر، ويعني تحس برده ان الفريق ما كانش ليه شكل. كان لعيبه، كينو كان بيبدع ونشوف احسن لاعب في الدوري المصري بفروقات كبيره جدا، لكن كتيم ما كانش فيه، كان اداءات فرديه. يسقط المستشار تركي، ما سكتش، قال لك طب اجيب احسن مدرب في مصر بيتكلموا عليه، حسام حسن، اللي كان دايما بيتكلم ان مشكلته هي العناصر. ما عنديش عناصر، انا لو معايا لعيبه ومعايا فلوس كنت هوريكوا حسام حسن، وحطه في تحدي كبير قوي. حسام حسن برضو دخل في معمعه التغييرات المدربين، وتغير على طول بعد تجربه بيراميدز شايفاها فشل. حسام حسن كان بيتعادل برضو، كان بيخسر، وما كانش اداء مقنع، بس برضو خلينا صراحه الراجل ما خدش حق. يعني الراجل جه في فتره قصيره في مدعكه كرويه ما قعدش معاهم. لازم انا مقتنع ان المدرب لازم ياخد على الاقل سنه، ويفضل ان هو يكون في جاي اول السنه كمان عشان يعرف يشتري ويعرف هو يختار لعيب. بس يمكن ده يكون دخل حسام حسن في معمعه المدرب، ان انت مش كبير، انت ما عرفتش. ما هو المدرب الكبير يعرف يتصرف في الازمات دي، مدام معاك لعيبه بالشكل ده. وبالفعل مشي حسام حسن، وكان اخر محطه انتقال
وجينا بقى للانتقال والمرحله التطوريه الثانيه اللي انا بسميها كده في مرحله بيراميدز، واللي هو رامون دياز. الراجل الدهي، الراجل اللي انا شايفه هو افضل مدربين الدوري المصري مع مدرب وادي دجله. مدرب يعني عارف بيعمل ايه، يعرف يلعبك، يعرف يكسب، مش عايز يكسب اربع، لا هو عايز يكسب الماتش، يعرف يطلع بالماتش. الاخوه السعوديين عارفين ان هو درب الهلال وشافوه بيكسب دوري على طول معاهم، راجل عبقري. ويمكن النقطه بقى اللي جت في صالحه كمان، وهي كانت الاهم، بقول لك في طريق بيراميدز مع رامون دياز، الشهر اللي بيراميدز قعد فيه فاضي. فاكرين الشهر اللي كان الزمالك بيلعب فيه افريقيا والاهلي بيلعب فيه افريقيا وكان الاثنين في مدعوكين؟ بيراميدز كان شهر قاعدين الراجل بيعرف لعيبته، بيعرف اساميهم، بيعرف يلعبوا ازاي، بيعرف خد شهر كده اكنه جاي من اول السنه، عارف اللي هو الراحه. تركي آل الشيخ كمان دعمه جدا، اداله صفقات جباره، يعني ما سكتش على الصفقات اللي عملها الراجل في الصيف، قال له يا معلم اضرب اضرب وقلبك ميت. مبدئيا جاب له لعيب مهم جدا اسمه عبد الله السعيد، وتعالوا بقى نتكلم على عبد الله ما دام جينا في السير. عبد الله والمشاكل اللي كانت بتمر بيه، كان الراجل في فتره وحشه في حياته جدا جدا، ودخل في مشاكل قد يكون هو مظلوم فيه. لو بنتكلم زي ما قلنا على صفحه بيضاء، الراجل ده يا جماعه شخص لعيب كوره، جاله عرض اغلى بكتير، حب يروح النادي عشان ياخد فلوس اكتر، قال للنادي الاهلي لو معاكم فلوس تدوني تمام. يا جماعه عادي، اي حد فينا هيعمل كده. انا عارف ان الانتماء حلو، بس الانتماء ده لما يجي من لاعب لوحده نشكره، بس مش معنى كده ان هو لو مشي نلعن فلسفيله. نحتفظ ونكرم لاعبتنا اللي فضلت معانا وفضلت شايلالنا البدج، لكن اللعيب اللي يمشي خلاص يا جماعه، اكل عيش والراجل جاي له مبلغ مهولي. ما علينا، انا كان دايما مشكلتي مع عبد الله السعيد ان انا شايفه خلص. انا شفته في روسيا على الملعب، وشفته قبلها بيلعب على الواقف، والكره ما بقتش كده. الراجل عنده 33 سنه. لا، عبد الله السعيد احسن لعيب في مصر طبعا في فتره من الاوقات لما كان بيلعب في الاهلي. النهارده هو واحد من افضل لعيبه في الدوري طبعا لا شك، وبهدل الاهلي وبهدل الزمالك ولعب علينا ماتشات لكن انا برضو شايف الراجل كبير. الراجل هو يعرف يخدم بيراميدز باحسن هو تحس ان هو راكب مع بيراميدز. عبد الله يا جماعه السعيد عنده 33 سنه، ما يقدرش عبد الله يديك افريقيا في دوري في افريقيا في دوري. هو بيلعب مع بيراميدز ماتش في الاسبوع، ماتشين بالراحه وبيلعب على الواقف. ورامون دياز عشان كده بقول لك عبقري، عارف يلعب عبد الله بالراحه، ساب له المساحه بتاعته خالص، مفيش ضغط الجمهور على عبد الله، عبد الله مستريح. في فرق انك تلعب للاهلي او للزمالك، وفي فرق انك تلعب لبيراميدز. هل انا شايف ان عبد الله السعيد يروح المنتخب؟ يعني ما انا مش محبس افاجئك، والله بدون مشاكل مع عبد الله خالص. انا شايف ان الراجل كبير، انت جايب اجيري وقايل له ده بروجكت كاس العالم اللي جاي، ما ينفعش تبنيه على عبد الله، ابني يا معلم لنجم يقعد لك قدام. دي اراء برضو، حد تاني شايف ان هو يتاخد كثقه، دي حاجه ترجع لكم، انا ده بقول لك رايي. جاب له الراجل عمر خربين، افضل لاعب في اسيا بالجائزه، واخدها يعني، وبطولات كبيره ودوري صعب. الراجل بيلعب سترايكر، يلعب وينج، مش كده يعني، ده مستوى ما كانش عندنا في الدوري المصري. لعيبه تقيله، عمرنا ما شفنا لعيبه كده بره الاهلي والزمالك، ومش اي حد بالمستوى ده كمان في الاهلي والزمالك. الراجل مش بس اعتمد على التدعيمات، ده فوق لعيبه كتيره جدا، لعيبه كتيره قوي نضجت تحت ايده. عمر جابر اكتشاف الباك ليفت، بكار وسيفونتي هايلين. النهارده بنتكلم على دونجا، وقبل اي حاجه طبعا قبل ما اتكلم عليه، البقاء لله طبعا لوالده. الراجل ده قمه في اللي بيسموه بره البروفيشناليزم، المهنيه. الراجل ابوه لسه متوفي ربنا يرحمه طبعا. الراجل قرر ان هو لا، انا هشارك، انا فرقتي محتاجاني. اهو ده اللي انا اقول لك عليه، لازم يتاخد في منتخب مصر، لازم يكون مشارك كمان، اتمنى ان هو يشارك. احسن استنساخ لطارق حامد، الراجل عصب. انا كان نفسي اشوف لعيب يظهر زي طارق حامد تاني، طلع ان هو مصر بتطلع. دونجا هو اللاعب الوحيد اللي كان بيلعب في الاسيوطي وفضل في بيراميدز، تحدي واصرار جبار. ودي تثبت لك اكتر على فكره انهم ما بيلعبوش بس للفلوس، هم مبسوطين بالحاله اللي هم فيها وحقهم. الراجل عايز يكسب الزمالك، عايز ينزل وعايز ينافس على الدوري، بيحلم وقريب من الحلم. عندك لعيب مهم جدا جدا اسمه تراوري، الراجل الديفندر اللي عنده قدرات هجوميه خارقه. ده يتميز عن اي ديفندر ان هو لعيب بيعرف يمسك كوره، لعيب يديك كوره حلوه، يعرف يتحرك. انا ما اعرفش مثلا ازاي ده الاهلي ما بصش عليه او ما دخلش حتى مع المنافسه مع بيراميدز. دفعنا فلوس كتير قوي في ناس كان ممكن تراوري ده يبقى الاحق ان احنا محتاجين حد زي ده في الفريق. رامون دياز متفوق، رامون دياز بيعرف يلعب بكذا تشكيل غير جروس ولاسارتي خالص، بيتوه. بنشوف رامون دياز مع الفرق الصغيره بيلعب 4-1-4-1، مع الفرق الكبيره يغير بقى يلعب 4-3-3، يلعب 4-2-3-1، عنده حلول وبيستخدم كل لعيبه. الراجل بيعرف يخطف ماتشات، بيعرف يكسب، بيعرف زي ما بيقولوا من اين تؤكل الكتف. الراجل عمل لاول مره البيراميدز
اداء جماعي، كله بيلعب كوره، كله بيحول. انا هجيب جون واخطف، عملها في الاهلي وعملها في الزمالك، مش نازل اتمنظر. انا فريق كبير ومانشستر سيتي وبلبس لبني، بس دافع لما احب اجيب جون وارجع لورا، لما احب اهاجم اهاجم. خطه. رامون دياز لاعب 9 فرق في الدوري، بتروجيت والجونه وسموحه والاسماعيلي والاهلي والزمالك والمقاولين والاتحاد والداخليه. طلع بكام؟ طلع بكام نقطه الراجل ده؟ طلع ب 24 من اصل 27، ما خسرش غير من الجونه. الراجل فرقته هي الاقوى هجوميا في الدوري، 55 جون، في ظل ان الزمالك كنا مسمينه اللي هو الهجوم الفتاك السنه دي، جايب 54. بس ده الزمالك، ده فريق جديد. لو شفنا مواجهته مع الاهلي والزمالك سريعا، مش هنخش في تفاصيل، قلنا هو اقحم يعني لاسارتي وجروس على طول كده، لاسارتي وجروس. لاسارتي نصاب زي ما قلنا، والتاني مدرب عارف الاهلي بيتفرج على الاهلي، ده برده ولا هنا مفيش. مش هتكلم انا والنبي عشان دمي محروق، او انزل حسام عاشور واسيب حمدي فتحي. جروس برده خسران منه هنا وفي السعوديه، يعني الاخوه السعوديين اللي بيتفرجوا عارفين، واخدوا ماتشين في السعوديه وماتش هنا. الزمالك ما جابش ولا كره على المرمى في قدام بيراميدز الماتش اللي فات. لاسارتي واقف عامل كده وجروس عامل، بيتعلموا اكن احنا الفرق الصغيره وهم الفرق الكبيره. طبعا انتوا عايزين نتكلم على الماتش واتكلم على حمدي النجاز، ويعني ده كلام بقول لكم رغي كتير، لكن ممكن لو اتكلمت على نقطه بيضه في ماتش الزمالك وبيراميدز هو محمد ابراهيم. انبسطت لما شفت ان هو بالشكل ده رجع تاني، برافو عليه، نقطه بيضه. الراجل شفناه، لا ما لعيب، هو الوحيد اللي كان شكله في الزمالك بيحاول، يعني عنده قدره، انا عايز اروح وبعرف افنت واجي واعمل، برافو. اتمنى بقى جروس يعرف يستخدمه، لو اني اشك ان هو يعرف يستخدمه مكان ساسي. فالنهارده انت بتتكلم على فريق هو اول الدوري ومرشح بالفوز بيه في اخر خلاص الايام في الدوري، مش اخر الايام، اصل اخر المراحل في الدوري اللي هو التلت الاخير. طيب هل فعلا فعلا بيراميدز ممكن تكسب دوري؟ وهل فعلا هم الكلام ده حقيقي؟ يعني ممكن نشوف بيراميدز هم ابطال الدوري المصري لاول سنه كده؟ وش ده سيتي خدت فتره عقبال ما تكسب الدوري، سيتي اللي هي نفسها بقى. بيراميدز ممكن تكسب دوري، لكن هل هي قريبه جدا؟ لا، انا اقول لك 50%. يا 50%؟ تسالني ليه؟ بكل بساطه يا معلم، الاهلي والزمالك الاسهم بتاعتهم عامله كده، وبيراميدز الاسهم بتاعته عامله كده، وماتشات الاهلي والزمالك هي اصعب من ماتشات بيراميدز بكتير. بيراميدز خلص تقل كل اللي عنده، الاهلي والزمالك هيلعبوا بعض، فيا ده هيقع يا ده هيقع، يا هيتعادلوا ويقعوا هما الاثنين زي ما حصل كده في القمه اللي فاتت. بيراميدز عنده مين قدامنا كده؟ عنده المصري ومصر المقصه ووادي دجله والنجوم وحرس الحدود، تمام. الزمالك عنده مين؟ عنده الانتاج ووادي دجله وحرس الحدود والاسماعيلي والداخليه والجونه والاهلي. الاهلي عنده المصري وطلاع الجيش والنجوم وامبي والاسماعيلي وسموحه والمقاولين والزمالك. اللي انا مش فاهمه بقى، ليه اللي بيحصل ده في الاهلي والزمالك؟ ليه الاسهم عامله كده؟ دي اهم فترات الموسم. الزمالك بعد ما كانت لعيبته كلها فايقه، اوباما راح، النجاز راح، اللعيبه كلها تحسها تايهه. ده اهم وقت يا معلم، انت بداخل على سيمي فاينل كونفدراليه، محتاج لعيبتك كلها تبقى فايقه. ساسي اثر جدا، بس الدور على جروس، الدور على لاسارتي. الماتشات اللي جايه ما فيهاش هزار، انتوا الاثنين الداهيه تانية خلاص هو واثق، عنده ستريك فوز. الفرق يا جماعه لما بتقعد تكسب بتاخد ثقه جباره، وخصوصا لما تكسب الاهلي والزمالك في 4 ايام. مش عايز اقول لك، يعني انت هو انا ملك الغابة شايفك قطه، هو خلاص يا جماعه، هو ثقه دي والله العظيم ما باظ، ثقه انا يا جماعه اقوى واحد في الدوري، واضح كده. اللعيبه وهي بتلعب لما بتكلم بعضها، احنا احسن من الاهلي والزمالك ولعبنا 8 فرق كسبناهم، يعني احنا شكلنا كده جامدين. لو الاهلي والزمالك كسبوا الماتشات بتاعتهم كلها، هم خلاص بيراميدز هترجع تاني تالت، وده الطبيعي ان هو يحصل مع فرقتين كبار زي الاهلي والزمالك، هم اللي يبقى عليهم المنافسه، خصوصا ان الزمالك ليه ماتشين عن بيراميدز والاهلي ليه 3، فلو بس كسبوا المؤجلات بيراميدز هتنزل تالت بفرق جامد. وعشان كده المستشار تركي الشيخ لما بيقول انا اتوقع الاهلي الاول والزمالك التاني وبيراميدز التالت، هو مش بيستهتر، هو بيتكلم واقعيا. لكن يا خوفي من لاسارتي وجروس. سيبكم بقى من الكلام الجميل ده، وتعالوا نمسك المستشار تركي الشيخ ونتكلم عليه ونشوف الراجل ده عمل ايه ونديله حق. اسال نفسك سؤال على طول كده، انت مبسوط من اللي بيحصل ولا لا؟ بكل صراحه تبقى كذاب لو قلت ان انت مش مبسوط، بغض النظر انت اهلاوي او زملكاوي او اسماعيلاوي او اي بتشجع اي فرقه في الدوري. انت مش مبسوط وشايف في 3 فرق بينافسوا على الدوري وفي حماس، بغض النظر بقى عن التخلف اللي بيحصل والهبل بقى ايه بتاع الدوري المصري، بس عموما كده هتحس ان هو ايه، بريمير
ليج. احنا على فكره احنا زي انجلترا، هم ثلاث دوريات ما اتحسموش على فكره، الالماني والانجليزي والمصري. انا بهزر طبعا بس بدي يعني بفهمك الاحساس اللي حصل. النهارده الراجل ده عمل حاجه انا دايما بقول عليها في البرنامج وبمسك في التفاهات دي، بس انا بحب الاشياء النظيفه. الراجل ده عمل فريق براندنج حلو يا جماعه، عمل لوجو، عمل بيج نظيفه، عمل شكل تيشيرت، عمل البانرز، عمل شكل نادي بروفيشنال. قليلين الفرق المصريه اللي بتعمل كده. راجل على قيمه المصريين في السوق على فكره. اه ممكن تكون انت متاثر، لكن اللعيبه دي قيمتها بتزيد بره كمان. ولما انت تبقى شريف 70 لو اتاخد على السعوديه او اتاخد في اي دوله ما هو بيعلى معاك. وكده كده قلنا ان اللعيبه هتغلى، ولو ما معكش هتطلع من الناشئين، وده في مصلحه الناشئين. ما تطلع بقى اللعيبه بتاعتك. شفنا احمد ربيع ياسين بس لما راح الجونه عمل ايه. شفنا المطالبه بالحكام لما يكون في كذا ماتش مكهرب، اكيد هيجبروا انهم يجيبوا الفار. ما خلاص مش هيبقى مزاجهم، مش هينفع احنا نبقى دوري كده شغالين لوحدنا. الفار هيتطبق واحده واحده على كل الدوريات. ده قانون، خلاص هيبقى قانون، هيبقى فيه عدل، هيبقى فيه خلاص ما حدش ليه كلام. عمل خطوره جدا على الاهلي والزمالك، عمل بورد محترم زي ما قلنا من اسامي تقيله واسامي كبيره في الكره المصريه. عمل قناه، الراجل حق ربنا يتقال احسن قناه كانت في مصر مع اون سبورت. امكانيات انا فاهم دي فلوس، بس طب ما حلو. تخيل انت في 3 4 بيراميدز كده. شفنا قناه مصريه فيها رونالدينيو وتيري ولاعيبه كبيره جدا، شفنا قناه فيها كل الاعلاميين المصريين، شفنا قناه معموله شيك، شفنا قناه بتاخد حقوق لماتشات عالميه. طب ما ده حلو يا جماعه، هو ده مين يعني ده الدوري بتاعنا. شفنا ملعب عمله الراجل، نفسي الفرق الكبيره تعمل كده، يتعلموا منهم. ملعب الدفاع الجوي انا غيرت لما انا بتفرج على الملعب، غيرت جدا. ليه النادي الاهلي ما يكونش يشتري ملعب برضه ويعمل له براندنج، ويبقى الملعب كله لون احمر، والبنش يبقى بتاع الاهلي، والسبونسرز تخش، ونفتح اهلي بره ستور وكده. طب ما هو جه حد اهو حرك الدنيا. الراجل عامل لهم تكنولوجيا في الملعب بتاعت ريال مدريد اللعيبه بتتمرن بيها. لو ما غيرتش يبقى في مشكله. تغير تحقد لا. ارض الملعب بسم الله ما شاء الله احلى ارض ملعب بصراحه. يعني بتفرج امبارح الراجل هو صرف على الملعب من جيبه. هل الاهلي والزمالك مش قادرين انهم يصرفوا من جيبهم على ملعب ونعمله كده حرير كده ويبقى ملعبنا؟ الراجل ده عمل استثمار، الراجل ده عمل يا جماعه اسيت في الدوري المصري. اتمنى يبقى في 4 بيراميدز في الدوري مش واحد بس، زي ما بنشوف دوريات بره. شفت انجلترا؟ احنا ليه بنتفرج على دوري انجلترا يا جماعه؟ عشان في سيتي وليفربول وارسنال وتشيلسي ويونايتد وتوتنهام، كل دول بينافسوا. فانت النهارده بتتفرج على كل اسبوع في الدوري الانجليزي في ماتشين حلوين جدا، في ماتشات ديربي كل اسبوع، كله معاه فلوس وكله بيصرف واعلانات والدنيا مدرمغه. اللي بيحبوا برشلونه وريال مدريد بيتفرجوا على الدوري الانجليزي. السعوديه النهارده الناس السعوديين مبسوطين بدوريهم. ليه؟ في 4-5 فرق بينافسوا على الدوري، دوريهم حلو، عندهم كاميرات، وهم خلاص عملوا لنفسهم دوري زي بره. برافو المستشار تركي الشيخ، عمل تجربه يا جماعه زي ما قلت لكم، نتمنى انها تحصل تاني. قولوا لي انتوا رايكم ايه يا جماعه. انا اتكلمت معاكم بكل صراحه واللي على قلبي قلته، وشلت بقى المشاكل بتاعه المنافسه وبتاعه الغيره وجذب وشد تركي الشيخ والحوارات. خلاص يا جماعه حوارات خلصت وعدت. كلمونا كوره، نتكلم كوره، احنا مش بتوع سياسه، صح ولا ايه يا رزيعه؟ خليك فريش كده. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو كنت على اليوتيوب دوس سبسكرايب وافتح التنبيهات عشان توصلك الحلقات الجايه اول ما توصل. وكفايه رزع اول حد كده يا ابني. الحلقه دي ملهاش خالص بالمرسيدس اللي هو فتحت الجديد. يا وائل سيب الدولارات دي لو سمحت. ده يا ابني مايلو الدولارات. هما بس لو بيراميدز كمان يعملوا التيشيرت بتاعتهم لبني خالص وتبقى نايك مثلا، هتبقى تحفه، تبقى سيتي بقى. كان لازمتها اهلاويه وزملكاويه نشبط في بعض، وانت خسرت واحنا الاثنين خسرنا. خلاص بقى يعني بصوا، خلينا ايه يعني نتحد في الحاجات دي، نلم نفسنا. احنا لو خسرنا نلم نفسنا، وانتوا لو خسرتوا نلموا نفسكم، عشان ايه؟ شكلها السنين الجايه في مدعكه. اقول لكم بقى على مفاجاه، احمد كمال جاي النهارده ويتفرج معايا على ماتش سيتي ويونايتد وارسنال وولفز مع بعض الاثنين، وهنشوف بقى مين هيشغل انهي ماتش. خلاص اقفل، خلاص.